تواصلنا يتجدد وانطلاقنا شوطنا الثاني عشر للأبكار اللقاية المهجنات الأصايل. هجن أصحاب السمو الشيوخ للمهجنات الأصايل، نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنتعرف على الصدارة من تاتي الظبي. في المقدمة لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ينتقل مباشرة إلى الفائز لهجن الرياسة مع المركز الثاني بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. النقلة مباشرة إلى الشاهينية لهجن الرياسة بمتابعة المستحيل راشد بن محمد باسم المنصوري، ولكن تقدم من الشاهينية إلى المركز الثالث لهجن العاصفة غياث الهلالي من يتابعها في عملية التضمير. خامس المراكز هملولة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع انطلاق هملولة بعملية التضمير. المركز السادس الشاهينية تغير إلى المركز الخامس بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي في متابعة التضمير. النقلة مباشرة إلى المركز السابع في سابع المراكز من تاتي هنا مثيرة تعود الملكية لهجن البشاير، ويا مرحبا بمثيرة بقيادة مشاهدين الكرام عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي من يتابعها في عملية التضمير. المركز السابع ثامن المراكز، ثامن المراكز ديرة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع هذا الانطلاق والمسار وصولا من شواهيل لهجن الرياسة هنا مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول لهذا الشوط. ونعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام في المقدمة والصدارة من تاتي الفائزة مع مقدمة الشوط، محتلا مع الصدارة الفائزة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا الفائزة والظبي مع المركز الأول والثاني. ثالث المراكز الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في متابعة التضمير، غيرت مباشرة إلى المركز الثاني. أما اللي في المركز الرابع من تاتي الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي من يتابع هذا المسار والتقدم الممتاز، وصول من وزن لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع انطلاق وزن تحتل المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس ديرة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام اللي في المركز السادس الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في متابعة التضمير، والمركز السادس الشاهينية لهجن الرياسة بمتابعة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هملولة دشت إلى المركز السابع لهجن الرياسة هنا الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع هذا المسار مثيرة لهجن البشاير عبد الله بن طويرش الوهيبي في عملية التضمير بمحمد من رافق هذا الشعار. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود حيث البداية، يا سلام حيث المقدمة والصدارة مع المركز الأول مسيطرة مع البداية والمقدمة مشاهدينا الكرام في هذا المسار في هذا التقدم هو الانطلاق الأول. هناك الظبي من غيرت إلى المقدمة والصدارة إلى المركز الأول مسيطرة مع مقدمة الشوط هنا بشعار هجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في متابعة التضمير. المركز الثالث من تاتي وزن لهجن الرياسة هنا مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام هنا دير لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع الانطلاق. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام اللي في المقدمة ومع مقدمة الشوط مسيطرة مع البداية مع المركز الأول هناك مع البداية. سلام الفائزة في مقدمة هذا الشوط محتلة مع الصدارة مع المركز الأول بشعار هجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الشاهينية من ترافق مع الصدارة بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي من يتابع المسار يتابع الانطلاق. ما تبقى إلا القليل أيها المضمرون، الفطاحة للكبار
هنا المجازف يقدم الثلاثية مع المركز الثالث والرابع والخامس. يا سلام المملوكات لهجن الرياسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم هذا الانطلاق والتقدم الممتاز. ولكن وين البداية؟ وين المقدمة والصدارة الفائزة والشاهينية؟ هن مع مقدمة الشوط مع المركز الأول الشاهينية بشعار هجن العاصفة الفائزة بشعار هجن الرياسة. يا سلام هنا غياث الهلالي وهنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام وصولا من الشواهين المملوكات لهجن العاصفة مع المركز الخامس والسادس مع غياث الهلالي. ولكن نعود حيث البداية. اقتربنا مشاهدينا الكرام من الأمتار الأخيرة المقدمة والصدارة. هنا الشاهينية سيطرت مع المقدمة، سيطرت مع المركز الأول شعار هجن العاصفة تسيطر مع المقدمة، تسيطر مع الإبداع، تسيطر مع الفوز والانتصار والناموس. القادمة الواصلة ديرة والفائز المملوكات لهجن الرياسة بمتابعة المجازي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وأيضا الشواهين لهجن العاصفة قادمات بكل قوة، ولكن هجن العاصفة سيطرت مع الناموس. تهانينا والناموس على هذا الفوز والإبداع والانتصار لحظة الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة والتهني الغياث الهلالي المركز الثاني. هناك مشاهدين الكرام من وصل الدير الهجن الرياسة مع المجازف ثالث المراكز والمركز الرابع الشاهينية والشاهينية المملوكات لهجن العاصفة، خامس المراكز الفائزة لهجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة. التوقيت الزمني مشاهدين الكرام، ننتظر التوقيت الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية. مشاهدين الكرام ها هي أمامكم الشاهينية لهجن العاصفة قاطعة المسافة في زمن وقدر 7 دقائق 19 ثانية 8 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن العاصفة والتهاني الغياث الهلالي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز مشاهدين الكرام من وصلت مع المركز الثاني هنا 7 دقائق 21 ثانية جزء واحد من الثاني دير الهجن الرياسة. تهانينا والناموس للمجازي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث نرى اللي في المركز الثالث، نتأكد ونشوف اللي في المركز الثالث. هنا الشاهينية دخول جماعي. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 7 دقائق 21 ثانية 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس